السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي متابعي قناة المصرية الفضائية. اسمي المدرس فهد هاشم محمد خرف العبيدي، مدرس في ثانوية القادة وعدد من المدارس الأهلية الأخرى. اليوم راح نكون معاكم في حلقة جديدة من دروس مادة علم الوراثة. هذه الحلقة هي من ضمن برنامج المدرسة المصرية اللي كنا تناولنا معاكم في حلقات سابقة. فاليوم راح نكمل نحن بعض المفردات الأخرى بالنسبة لمادة علم الوراثة للصف السادس الإعدادي. علم الوراثة يتضمن الكثير من المفردات، منها الوراثة المندرية، الصفات الوراثية، الطراز الوراثي والطراز المظهري والصفة السائدة وكذلك الصفة المتنحية وبعض الرموز الوراثية اللي نحن نستخدمها في دراستنا الوراثية أو في التحليلات الوراثية أو في المسائل الوراثية. هذه المفردات اتطرقنا عليها المحاضرة السابقة. اليوم راح نتناول مواضيع أخرى من ضمن التضريب العكسي والتهجين أو ما يسمى بالتهجين العكسي أو يسمى بالتزاوج العكسي، بالإضافة إلى راح نتناول قانون مندل الثاني، وكذلك راح ناخذ هذا الكلام كله يسمى بالوراثة المندلية. راح ناخذ الوراثة ما بعد مندل أو مثل ما تعرفون تسمى بالوراثة اللامندلية. فالمفردات اللي أخذناها المحاضرة السابقة هي الوراثة المندلية. الوراثة المندلية من اسمها وراثة. الوراثة إيش نقصد به نحن؟ نسميها باللغة الإنجليزية جينيتكس، اللي هي علم انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء عن طريق المادة الوراثية اللي نحن نسميها باللغة الإنجليزية الجينيتك ماتيريال. مندلية نسبة إلى العالم اسمه غريغور يوهان مندل. هذا العالم هو مؤسس علم الوراثة. أول ما اشتغل على النباتات اللي هي من ضمن الكائنات الحية اللي نستخدمها في الدراسات الوراثية. هذا النبات هو العالم الوراثي ما اشتغل عليه مثلا اعتباطيا، إنما دراسة تكون scientific study، دراسة علمية. يمتلك صفات وراثية. إيش هي الصفات الوراثية؟ من ضمنها أنه يكون سهولة تربيته، وكذلك دورة حياته تكون كلش سريعة، وقابليته للتغير الوراثي تكون كلش جيدة. فهذه من ضمن الصفات اللي نحن نستخدمها في الدراسات الوراثية. النبات هذا اللي اشتغل عليه اسمه نبات البازاليا، اللي سميناه المحاضرة السابقة اسم لاتيني اللي هو فيسم ساتيفا. بعد ذلك استخدمنا أنه طرقنا للصفات الوراثية. من ضمن الصفات الوراثية اللي اشتغل بها العالم مندل على نبات البازاليا هي صفة طول الساق، وكذلك صفة موقع الزهرة، وكذلك صفة لون الزهرة وموقع الزهرة، وكذلك لون البذور. فهذه صفات وراثية نحن مطالب بها عزيزي طالب أنت في المراحل أو في الامتحانات الوزارية. ورمزنا لك الرمز حسب الصفة. مثلا صفة طويل الساق جاي من كلمة تول باللغة الإنجليزية معناتها طويل، فحرف تي اللي هي سائدة على يمن سائدة على صفة القصير اللي سميناها بالمحاضرة السابقة صفة سائدة وصفة متناحية. كذلك اتطرقنا إلى الطراز الوراثي والطراز المظهري. قلنا الطراز الوراثي يعتمد على الجينيتك ماتيريال، على البنية الوراثية، لكن طراز مظهري أو سميناه نحن يعتمد على مظهر الكائن الحي اللي يسيطر عليه منه، يسيطر عليه الطراز الوراثي أو مسؤول عن ظهور من هو الطراز الوراثي. كذلك نحن قلنا أهم قاعدة تتبعها عزيز الطالب في مرحلة الوزاري أو في دراستك للمرحلة الوزارية أنه هناك صفتان، صفة سائدة وصفة متناحية. الصفة السائدة هذه تكون تسيطر على ظهور منه، على ظهور الصفة المتناحية. راح تسألني تقولي ليش؟ الصفة السائدة لها حالتان، صفة هجينة وصفة نقية. الصفة المتناحية تكون دائما نقية. يعني إذا نحن نجي نعيد الكلام على المحاضرة السابقة انتبهوا عليه. السائدة تكون حالتان، صفة هجينة وصفة نقية. الصفة المتناحية تكون دائما نقية. الهجينة إذا نأخذ مثال حتى نعرف إيش هجينة، مثلا كابيتال تي سمول تي، نقصد هجينة يعني متغايرة العوامل الوراثية، فهذا نسميه عامل وراثي وهذا نسميه أيضا عامل وراثي. النقية تكون إيش؟ تكون كابيتال تي كابيتال تي، هذا نقصد به نحن الصفة السائدة. على الأقل إيش يحمل؟ يحمل أليل واحد سائد في البداية. ومثل ما تعرفون حتى ما ننساها بالامتحان الوزاري، نحن بالإنجليزي عندنا أنه الحرف الكابيتال إيش يجي في البداية وبعد إيش يجي منه؟ حرف السمول. النقية تكون إيش دائما؟ سمول تي سمول تي. فهاي نحن نقصد بها الصفة السائدة والمتنحية. هاي القاعدة راح ناخذها من بداية أول محاضرة إلى آخر محاضرة ننهي بها فصل الوراثة بالنسبة لمنهج الصف الثالث العلمي. زين نحن لما نجي ناخذ مسائل وراثية، إيش نحن هاي المسائل الوراثية؟ لازم نعتمد نحن رموز وراثية أو يسموها شني؟ جينيتكس، اللي نسميها نحن الرموز الوراثية. أخذنا من ضمن هذه الرموز الوراثية المحاضرة السابقة مثلا الرمز بي، الرمز مثلا جي، كذلك الرمز أخذنا اف، كذلك أخذنا رمز اكس. زين بالإضافة إلى الرموز اللاتينية الأخرى، هذا الرمز وهذا رمز الآخر. زين إحنا هذول أخذناهم عشوائي لو علمي، هاي الشغلة أخذناها أكيد دراسة علمية. البي جاية من كلمة بيرنتس بالإنجليزي معناتها الأبوين. الجي جاية من كلمة جميت معناتها الأمشاج.
ليش نحن ناخذ هاي الرموز؟ الاباء راح ينطوني منه بالوراثه بانتقال الصفات الوراثيه، لان ذكرنا بدايه المحاضره من الاباء الى الابناء. فالجين اقصد بها الامشاج اللي راح تجيني من الابوين البيرنتس. هذول ايش راح ينطوني؟ راح ينطوني فيليال باللغه اللاتينيه معناته افراد. وهذه طبعا ايش راح تكون؟ راح تكون F1 وممكن ايش تكون؟ F2. هذا نفس الكلام يكون G1 وممكن ايش يكون؟ G2. وهذا نفس الحاله ممكن يكون P1 وممكن يكون ايش؟ P2. زين ليش ممكن هذا يكون P2 هذا G2 F2؟ ليش ما دائما P1 وG1 وF1؟ لان احنا اذا بالامتحان مرات يقول لي ما هي الطرز الوراثيه لافراد الجيل الاول راح استخدم فقط منه ال F1. اذا مرات يقول لي ما هي الطرز الوراثيه لافراد الجيل الثاني لازم استخدم منه F2 وG2 وP2. نعم، وراح نيجي ناخذ ايضا واخذناها المحاضره السابقه بامثله وراثيه، واليوم راح نيجي ناخذ امثله جديده ومواضيع جديده تنطبق عليها نفس الاسس. زين، بعدين رجعنا اخذنا منه التهجين الاحادي. التهجين الاحادي هسه سمينا تهجين احادي، لسه سمينا احادي. تهجين معناته تضريب، اذا بالامتحان الوزاري نعيد نفس الكلام، تهجين تضريب تزاوج، هذا كله نفس المعنى. اشلون احنا عندنا مرادفات باللغه الانجليزيه، فهذا نفس الكلام. تهجين اذا قلك بالامتحان هجن نبات الفازاليا، ضرب نبات الفازاليا، زوج مثلا رجل مع مثلا امراه، هذا بس فقط مصطلح زوجة ينطبق مع من؟ مع الوراثة البشرية. إلا كلام لقح أو هجين أو ضرب بالنسبة للنباتات، وكذلك في بعض الحيوانات. لكن إذا يذكر لك مثال وراثي أو مثال حسابي على الإنسان لازم إيش نكتب؟ نكتب تزوجة، ما يصير نقول ضرب وما يصير نقول هجين. بس تنتبهوا لهذه حبة الطلبة. زين، أحادي، كلمة أحادي حتى نحن ما نحفظ الأحياء، يعني قسم عندنا أنه عباله الأحياء هي مثلا يعني حفظ أو درغ. كلمة أحادي معناتها العالم مندل كم صفة استخدم؟ استخدم صفة واحدة، مثلا يا صفة. صفة طول الساق، أخذ معاه من؟ مع صفة طويل الساق وقصير الساق، لكن هي كم صفة؟ صفة واحدة اللي هي صفة الطول، مثل ما ذكرناها مثلا صفة الطول. كم صفة؟ صفة واحدة، لكن هي تتفرع إلى كم صفة؟ إلى صفتين اللي هي طويل وقصير. وذكرنا انه من خلال دراسه العالم مندلي لنبات البازاليا ذكر انه الطويل تكون ايش؟ نساعدة، فرمز له بالرمز كابيتال تي، والقصير سمول تي. وذكرنا ايضا القصير، نحن ليش ما اخذنا شورت؟ قصير باللغه الانجليزيه شورت، ما نذكره، نذكر سمول تي لان هذا الموقع مالته يقع تحت منه او يسيطر عليه منه الساعد. وكلمه ساعد حتى ما ننساها، ساعد يعني يسود عليه من؟ يسود على القصير، اما يمنع ظهوره او يؤدي الى ظهوره، فمنه يسيطر عليه؟ يسيطر عليه الطويل. اذا كابيتال تي سمول تي، هذا ممكن ايش يكون؟ كابيتال تي، وممكن ايش يكون ايضا؟ كابيتال تي سمول تي، وهذا يكون دائما سمول تي سمول تي. وراح خلينا وصل نرجع على نفس القاعده، السائده تكون كم حاله؟ هجينه ونقيه، والمتنحيه تكون دائما ايشني؟ تكون نقيه. قانون مندل الاول مين استنتجناه؟ نحن استنتجناه من التهجين الاحادي. اذا نيجي نحن على هاي القاعده ايش نقول؟ قانون مندل الاول ايش يقول؟ مثلا اذا اخذنا مثلا البي 1 والجي 1 وما عاد منه ال F1. زين، كابيتال تي كابيتال تي مع من؟ مع كابيتال تي سمول تي. زين، هنا كابيتال تي واحدة وهنا سمول تي واحدة، ال F1 كابيتال تي سمول تي. هذا القانون من استنتج العالم مندل بعد ما أجرى هو بالتحاليل مالته تهجين أحادي؟ من استنتج قانون مندل الأول؟ حتى ما نحفظه نحفظه من خلال هذه الطريقة أو من هذا المثال الحسابي حتى نحن ما ننساه. القانون ايش ينص؟ انه ازواج العوامل الوراثيه، زوج لو ما زوج هذا زوج، من معطول يتكون من اليليه معناته هذا زوج. ازواج العوامل الوراثيه تنعزل عن بعضها خلال تكوين منه؟ ايش ذكرنا على الجي؟ الامشاج. ثم تعود تزدوج بعمليه الاخصاب عند تكوين الفرد الجديد، اذا نحن ما نحفظه ولا ندرخه نفهمه حتى تسهل عمليه الحفظ. ازواج العوامل الوراثيه تنعزل عن بعضها خلال تكوين الامشاج، ثم تعود تزدوج هذه الامشاج بعمليه الاخصاب. لان احنا نعرف بالاحياء الاخصاب هو اتحاد مشيج ذكري مع مشيج انثوي يؤدي الى تكوين منه الفرد الجديد اللي نسميه احنا باللغه الانجليزيه نيو انديفيدجوال. نعم، فهذا ما اللي هذا استعراض للمحاضره السابقه اللي هي الوراثه المندليه، الصفات الوراثيه، الطراز الوراثي، الطراز المظهري، الصفه السائده والصفه المتنحيه اللي ذكرنا هذولا اهم شيء نحن نركز عليهم من اول محاضره الى اخر محاضره. رجعنا اخذنا ايضا الرموز الوراثيه، ذكرنا البي والجي والاف 1 والاكس اللي هي علامه التزاوج هذه،
ما بين الفردين، وهذه علامة الذكر وهذه علامة الأنثى عندما نجي ناخذ وراثة مرتبطة بالجنس. إذا ناخذ وراثة مرتبطة بالجسم هذا الكلام احنا ما نتطرق له، بس عندما نقول مثلا رجل مع امرأة، او مثلا بالنسبة للحيوانات خنزير غينية مع مثلا أنثى، لازم نتطرق هذا حتى نحدد منه يكون الساعد ومن يكون المتنحية. إذا يجب أن تنتبه عزيزي طالب إلى هذه الرموز اللاتينية اللي نحن هذا نسميه بالميل، وهذا نسميه نحن بالفيميل. الميل معناته باللغة الإنجليزية معناته ذكر، الميل، وهذا نحن نسميه بالفيميل. هذا استعراض كامل اللمن للمحاضرة السابقة. التضريب العكسي محاضرتنا لهذا اليوم، ما بعد راح نيجي ناخذ إن شاء الله قانون مندل الثاني، تابعونا. عدنا إليكم أحبتي المشاهدين في البارت الثاني من المحاضرة، ورح نتطرق في هذا البارت إلى التضريب العكسي والتضريب الاختباري والتضريب الرجعي. ذكرنا لكم أحبتي المشاهدين في البارت الأول أنه تضريب هي نفس كلمة تزاوج، وتزاوج هي نفس كلمة تهجين، لكن فقط التهجين والتضارب نستخدمه مع النباتات والكائنات الحية ذات الطبيعة الحيوانية. بالنسبة للتزاوج مع الإنسان، وبإمكانك أنه تكتب مثلا تزاوج مع الحيوانات، لكن مع النباتات ما ممكن ذلك. وإذا يكون التزاوج بين مع الكائنات الحية للطبيعة الحيوانية ومع الإنسان، لازم نستخدم هذه الرموز اللاتينية اللي ذكرنا لكم هي تتذكرون. هذا يشير إلى الميل أو الذكر باللاتيني، وهذا يشير إلى أنثى أو الفيميل باللغة اللاتينية. فالتضريب العكسي نقصد به العكسي أنه راح نتأكد من أنه هل هذه الصفة تقع مورثاته على كروموسومات جنسية أم جسمية. راح نتطرق إلى التضريب التالي. هذا التضريب العكسي هو عبارة عن تضريب يجري بين فردين، أحدهما يحمل الصفة السائدة كأب، والآخر يحمل الصفة المتنحية كأم، والتضريب الثاني أو الاحتمال الثاني تكون العملية بالعكس، فراح يكون التضريب بهالطريقة، انتبهوا عليه. إذا نجي ناخذ نحن الاحتمال الأول اللي هو أي، ما طلع عقلي عكسي وأنه الغاية منه أن أتأكد من أنه هذه الصفة تقع على كروموسومات جسمية أم جنسية، إذا ما طول شيء يتعلق بالجسم أو الجنس لازم نستخدم الرموز اللاتينية اللي هي هذه. فراح نستخدم الذكر مثلا بالكابيتال تي كابيتال تي، الانثى ايش راح تكون؟ راح تكون سمول تي سمول تي. هذا الاحتمال الاحتمال الاول، وراح نرمز له بالرمز بي 1. زين، ايضا نفس الحرش عندنا جي 1. ما طول اباء اولى لازم ايش يكون عندي؟ لازم يكون عندي امشاج اولى. دائما عندما تكون العوامل الوراثيه المزدوجه تكون متماثله يخرج عندي كم مشيج؟ يخرج عندي مشيج واحد، فيكون كابيتال تي وخليط داخل دائره. هذا ايضا انقسام اختزالي، نحن ليش نسميه انقسام اختزالي هذا السهم؟ لان ناتج الافراد اللي يطلع منهم بالانقسام الاختزالي امشاج. نعم، سمول تي نفس الحاله، العوامل الوراثيه المتماثله يخرج منه مشيج واحد. وهنا مثل ما تعرفون الامشاج ايش يصير بها؟ يصير بها فيرتلايزيشن، او بالعربي نحن نسميها الاخصاب. بهالطريقه هاي راح تكون، فكابيتال تي سمول تي اللي هو منو هذا؟ افراد اف 1. ليش ما افراد اف 2؟ لان عندي قبله جي 1، وجي 1 منو قبله؟ بي 1. فهذا منه الاحتمال الاول. بما انه افراد الجيل الاول طلعت هجينه، اذا ايش راح يكون الاب هذا؟ راح يكون كابيتال تي كابيتال تي وسمول تي سمول تي. الاحتمال الثاني اللي هو احنا نسميه بالاحتمال بي، انتبهوا عليه. هنا بالاحتمال الثاني ما طول انا عندي الموضوع عكسي، يعني ايش عكسي؟ يعني انا راح اعكس الشغل، او راح اعكس التضريب الاول. يا تضريب راح اعكس التضريب الاول. الاب ايش راح اعمله؟ راح اعمله هو المتنحي، والام ايش راح اعملها؟ هي السائده، انتبهوا عليه. إذا نيجي نحن نشوف الريزولت أو نشوف النتائج من خلال هذا المثال الحسابي، أنه بالاحتمال الأول طلعت عندي جميع النباتات طويلة الساق هجينة. في الاحتمال الثاني طلعت النتائج أيضا متشابهة، نفس النتيجة مع الاحتمال الأول. إذا إيش نستنتج من هذا الشيء؟ أنه هذه الكروموسومات تقع على كروموسومات جسمية وليس كروموسومات جنسية. يعني إيش معنات هذا الكلام إذا تسألوني؟ راح أقول لك الاحتمال الثاني ما طول يشابه الأول، معناته هذا ما معتمد على الجنس. إذا هذه الوراثة تعتبر مندلية، والوراثة المندلية تعتمد دائما على الجسم وليس الجنس. إذا هي مرتبطة بالجسم وليست مرتبطة بالجنس. إذا هذا نحن نقصد به تضريب العكسي. زين، تسألوني راح تقولي زين هذا شلون يجينا بالوزاري؟ هذا بالوزاري حبة الطالبة شلون يجي؟ التضريب العكسي يجيك كتعريف، والتضريب العكسي ممكن يقول لك كيف تتأكد من أنه هذه الصفة تقع مورثاته على كروموسومات جسمية أم كروموسومات جنسية.
الجواب نجري اختبار التالي، وبإمكانك أن تغير صفة. يعني أنت ما تعتمد فقط على كابيتال تي كابيتال تي سمول تي سمول تي، ممكن تأخذ صفة موقع الزهرة اللي هو الإبطي مع النهائي. الإبطي إيش نبي بالإنجليزي؟ أكسيال. منين نأخذ الأكسيال؟ من حرف أي، فهاي نقصد بها الأكسيال، فنأخذها من هذا الحرف ونعمل كابيتال أي كابيتال أي سمول أي سمول أي، بعدين نغير سمول أي سمول أي كابيتال أي كابيتال أي. فأنت لك اختيار في اختيار الصفة. فهذا نقصد به نحن التضريب العكسي. إذا يجينا نحن بالوزاري، التضريب العكسي كتعريف هو عبارة عن تضريب يجري بين فردين، أحدهما يحمل الصفة السائدة كأب والآخر يحمل الصفة المتنحية كأم، والعكس صحيح، فنسميه تضريب العكسي. إذا يجينا كيف تتأكد من اختبار أنه هذه الصفة تقع على كروموسومات جسمية أو جنسية، نجري التضريب التالي. هذه أمثلة وزارية دائما تتكرر بالامتحانات الوزارية. زين، هسه نيجي إلى تضريب اختباري. تضريب اختباري إيش أقصد به؟ بالبداية هذا تضريب وهذا تضريب. زين، التضريب افتهمناها أو قلناها عليه تهجين أو تزاوج. اختبار إيش اختباري؟ انتبهوا عليها. كلمة اختباري إذا تذكرون قبل شوي إيش أخذنا؟ أخذنا الصفة السائدة. الصفة السائدة. قلنا إيش تكون؟ تكون حالتان. والصفة المتنحية تكون كم حالة؟ حالة واحدة. السائدة تكون إما نقية أو إيش تكون؟ تكون هجينة. المتنحية تكون دائما نقية. انتبهوا عليه. إيش علاقة هذا الكلام بالتغريب الاختباري؟ بالامتحان الوزاري يقول لك كيف تتأكد من نقاوة، يعني يختلف قبل شوي عن العكسي. العكسي يقول لك كيف تتأكد من أنه هذه المورثة تقع كروموسوماتها على الجسم لو على الكروموسومات الجنسية، فيختلف عن هذا الموضوع. هذا الموضوع في الوزارة ايش يقول لك؟ كيف تتأكد من نقاوة الصفة السائدة؟ زين، ليش ما يقول لنا كيف تتأكد من نقاوة الصفة المتنحية؟ هذه كم حالة بيها؟ بيها حالة واحدة، لكن هذا كم احتمال او كم حالة بيه؟ بيه حالتين. فبالامتحان ايش نجاوب؟ نجاوب كم احتمال؟ نجري احتمالين. ايش هي الاحتمالات؟ انتبهوا عليها. التضريب الاختباري هو عبارة عن تضريب يجري بين فردين، أحدهما يحمل الصفة السائدة المجهولة النقاوة مع الأب المتناحي، وتتضمن كم حالة مثل ما ذكرنا؟ احتمالين. الاحتمال الأول اللي هو P1، مثلا خلينا ناخذ صفة موقع الزهرة. موقع الزهرة قلنا المحور اللي درسه العالم مندل تكون سائدة على الأبطي. محور يعني على المحور، النهاية يعني تكون في نهاية النبات. وراح ناخذ مثلا كابيتال أي مع كابيتال أي، سمول أي سمول أي. زين، هاي الحالة الأولى. P1 ايش ياخذ؟ ياخذ G1. تمام، كم مشيج؟ مشيج واحد. وليش مشيج واحد؟ لان العوامل الوراثية عندما تكون متماثلة نستنتج منها او نستخرج منها أليل واحد او مشيج واحد. نفس الحالة انقسام اختزالي small a. زين، نجي على منه بعد؟ نجي على F1، فراح يطلع ايش عندي؟ capital A small a. هذا منه افراد الجيل الاول بالنسبة للاحتمال الاول، وذكرنا تضريب اختباري. زين، بما أنه أفراد الجيل الأول طلعت هجينة، إذا معناته الأب السائد إيش يكون؟ يكون نقي. إذا هذا استنتجناه بأنه هذا إيش كان؟ كان نقي. الاحتمال الثاني راح أخذ الأب السائد هجين. ليش راح أخذه هجين؟ لأن أنا ذكرت اختباري أختبر منه الصفة السائدة. الصفة السائدة منه هنا هذه، فأخذناها بالحالة الأولى نقية. بالحالة الثانية راح أخذها ويصب هجين. انتبهوا عليه. P1. زين، هنا انتبهوا شغلة طلاب. هنا P1. زين، غيرنا مفروضين P2 مثل ما ذكرنا بالرموز الوراثية. هنا عندي احتمالات، ما عاد أقول لك طلع أفراد الجيل الثاني، عاد أقول لك طلع منه اختبر لي الصفة. يعني ما عاد أقول لك الأفراد الجيل الأول طلع لي أفراد الجيل الثاني. إذا كان هذا الكلام لازم P1 إيش يصير بعده؟ يصير P2. فهنا P1 P1، لأن أنا عاد أختبر وليس عاد أضرب النباتات أو ليس عاد أهج النباتات. فالP1 إيش راح يكون هنا؟ كابيتال A سمول A مع الصفة المتنحية أو الأب المتنحي سمول A سمول A. G1. زين، هنا انتبهوا على شغلة. هنا جاء عندي صار متغير. المتغير هذا العوامل الوراثية يستخرج منه كم مشيج؟ مشيجين دائما. اللي يختلف عن هذا، هذا كم مشيج؟ مشيج واحد. فكابيتال A سمول A انقسام اختزالي سمول A. ليش هنا واحد وليش هنا اثنين؟ هذا عندما تكون العوامل الوراثية تكون متماثلة نستخرج أليل واحد، عندما تكون العوامل الوراثية مختلفة نستخرج 2 أليل. يعني كم أليل؟ أليلين. F1. زين، بهذا التضريب طلع عندي نبات واحد أو فرد واحد. زين، بهذا التضريب إيش راح يطلع؟ علمتوكم طريقة سابقة أنه إيش نعمل؟ 2 في 1، أو إيش نقول؟ خاصية التوزيع. فهذا مع من؟ معي هذا، وهذا أيضا مع من؟ مع هذا.
أو نقول 2 في 1 = 2، يعني كم نبات راح يطلع؟ نباتين. أو نستخدم بالإنجليزي أو بالرياضيات خاصية التوزيع اللي نسميه نحن شني distribution method أو طريقة التوزيع. capital A small i هذا أول نبات، بعد small i small i. منين جتني هذه capital A small i small i small i؟ زين، بما أنه طلعت عندي أفراد الجيل الأول بالاحتمال الثاني نصفية، يعني 50-50، 50% ب50%، نستنتج من ذلك أنه الأب السائد إيش كان؟ كان هجين، كان هجين. نعم، إذا نحن إيش درسنا بهذا التدريب الاختبار؟ اختبرنا منه الصفة السائدة، ولا يمكن أن نختبر منه الصفة المتنحية. ليش لا يمكن اختبار الصفة المتنحية يجينا بالوزاري؟ لأن الصفة المتنحية تكون always إيش تكون pure، يعني دائما تكون نقية. تابعونا في البارت الثالث إن شاء الله مع التدريب الرجعي. عدنا إليكم أحبة المشاهدين بالثيرد البارتيشن الثالث بالنسبة لمحاضرتنا لهذا اليوم والتدريب الرجعي. بالبارت الثاني استعرضنا التدريب العكسي، وكذلك أخذنا التدريب الاختباري اللي نحن قلنا لكم مراجعة من الموضوع السابق. زين، التدريب الرجعي إيش نقصد فيه؟ نفس الكلام، التدريب ما لنا علاقة به لأن نفس المعنى، إما تدريب أو تهجين أو تزاوج، لكن كلمة رجعي، إيشني رجعي؟ إيشني كلمة رجعي؟ أنه نحن كلمة رجعي أفراد الجيل الأول رجعها إلى أصوله، أفراد الجيل الأول من جايتني؟ جايتني من الأبوين. فالتدريب الرجعي إذا نجي نعرفه هو عبارة عن تدريب، عبارة عن تدريب يجري بين أحد أفراد الجيل الأول مع من أحد أفراد الجيل الأول. إيش نقصد أفراد الجيل الأول؟ نقصد بها F1، تمام؟ مع من؟ مع أحد الأبوين أو مع فرد يماثل أحدهما. إذا نجي نحن نطبق هذا الكلام بشكل حسابي، انتبهوا علي. التضريب الرجعي، التضريب يجري بين أحد أفراد الجيل الأول F1 مع أحد الأبوين أو مع فرد يماثل أحدهما. زين، أفراد الجيل الأول إذا نجي نحن نعمل حسابيا، نقول مثلا P1 capital T small t مع من؟ مع small t small t. زين، G1 كم مشيج هنا؟ مشيجين، مثلا منو؟ capital T small t. هنا كم مشيج؟ مشيج واحد small t. F1 كم فرد راح يطلع لي؟ مثل ما اتفقنا عليها 2 في 1 = 2، اذا كم نبات راح يطلع؟ نباتين. هذا مع من؟ معي. هذا سمول تي مع من؟ ايضا مع سمول تي. فكابتل تي سمول تي وسمول تي سمول تي. زين، هذا ما يسمى تضريب رجعي. التضريب الرجعي نحن من خلال التعريف قلنا تضريب يجري بين احد افراد الجيل الاول. من افراد الجيل الاول؟ هذا لو هذا، هذا اباء لمن؟ لافراد الجيل الاول. فهذا يكون احد افراد الجيل الاول، وليكن هذا مع من؟ مع أحد الأبوين. إذا نحن خلينا نأخذ مثلاً هذا نضربه مع من مثلاً؟ مع هذا. فهذا نحن نسميه بالتضريب الرجعي. إذا يجينا بالامتحان الوزاري تعريف التضريب الرجعي هو عبارة عن تضريب يجري بين أحد أفراد الجيل الأول أو مع أحد الأبوين أو مع فرد يماثل أحدهما. فشلون يكون التضريب الرجعي بهالطريقة هذه؟ هذا إيش راح أعتبره؟ راح أعتبره أني أيضاً P1 مثلاً capital T small t مع من؟ مع small t small t. G1 كم مشيج؟ مشيجين. هنا كم مشيج؟ مشيج واحد. ليش مشيج واحد؟ لأن العوامل الوراثية المتشابهة نستخرج منها أليل واحد، العوامل الوراثية أو الأليلات الوراثية المختلفة نستخرج منها أليلين. فراح يكون هنا F1 capital T small t و small t small t. فهذا نقصد به نحن التضريب الرجعي. نعم، فهذه المفردات أحبة طلبة الصف الثالث الإعدادي، أنه التضريب العكسي والتضريب الاختباري والتضريب الرجعي هي تابعة لمن؟ تابعة لقانون مندل الأول. هسه راح ناخذ معكم أمثلة تطبيقية لقانون مندل الأول وأمثلة تطبيقية للتضريب العكسي والتضريب الاختباري والتضريب الرجعي، فتابعونا. عدنا إليكم أحبة المشاهدين بالبارت النهائي بالنسبة لمحاضرتنا لهذا اليوم، راح نتناول بها أمثلة إثرائية أو وزارية لقانون مندل الأول. طبعا هذه الأمثلة وتقريبا إذا تكون محور في بعض الأحيان تجيكم في الامتحانات الوزارية. عندنا المثال الأول أو السؤال الأول، كيف تختبر نقاوة صفة لون الأزهار الحمراء في نبات البازاليا؟ زين، نحن لما نجي مارسا دايركت أو مباشرة نحل هذا المثال،
نجزئ المثال كلمة كلمة حتى ما نخطأ بالحلول أو الخطوات مال المثال الحسابي. كيف تختبر؟ زين، إذا إيش معناته؟ عندي تضريب اختباري. من يقول لي كيف تختبر نقاوة؟ معناته إيش عندي؟ تضريب اختباري اللي أخذناه قبل شوية أو البارت الثاني. سمينا التضريب الاختباري تضريب يجري ما بين فردين أحدهما يحمل الصفة السائدة المجهولة النقاوة. أشني مجهولة النقاوة؟ يعني إما تكون هجينة أو تكون نقية مع الأب المتنحي. فهنا إيش راح نعمل؟ صفة لون الأزهار الحمراء. ليش ذكر لي حمراء؟ ليش ما ذكر لي بيضاء؟ العالم الوراثة إيش منه هو؟ العالم مندل أخذ الحمراء سائدة عليه من على البيضاء. فنحن لازم نذكر الحمراء. إذا بالامتحان يقول لي كيف تختبر نقاوة صفة لون الأزهار البيضاء، هذا الكلام خطأ. فلازم يقول لي كيف تختبر صفة لون الأزهار الحمراء. زين، شلون نجري نحن هذا الاحتمال؟ نعمل احتمالين. الاحتمال الأول راح ناخذ الحمراء النقية، بما أنه هي سائدة راح ناخذ الحمراء النقية مع البيضاء. والبيضاء ليش ما ذكرت نقية وهجينة؟ يعني أن البيضاء هي دائما إيش تكون؟ تكون نقية. فالاحتمال الأول راح ناخذ P1 أحمر الأزهار اللي هو مثلا مين جاي أحمر؟ باللغة الإنجليزية red، اللي هو مين ناخذه؟ ناخذه من أول حرف وناخذه كابيتال أو سمول. أكيد إيش ناخذه؟ ناخذه كابيتال R مع من؟ مع الأب المتنحي اللي هو منه small R. وليش ما أخذنا الأبيض اللي هو الوايت W؟ يعني راح نأخذ أول حرف لأن هذا يسيطر عليه منه الصفة السائدة، فنأخذ small اللي يخضع لمن؟ يخضع للصفة السائدة. زين، الجي 1 capital R لأن واحد انقسام اختزالي small R. زين، F 1 capital R small R، هذا أفراد الجيل الأول. الاحتمال الثاني إيش راح نسوي؟ P1 راح ناخذ منه، راح ناخذ الأب السائد الهجين وليس الأب السائد النقي. بالاحتمال الأول أخذ النقي، راح ناخذ الهجين كابيتال R سمول R مع من؟ مع سمول R سمول R. G1 ليش ما ذكرنا P2؟ ايش ذكر لي بالامتحان بالسؤال؟ ذكر لي كيف تختبر، ما عايق لي طلع لي الأفراد الجيل الثاني. زين، فراح ايش اسوي؟ راح اخذ أليلين سمول R سمول R انقسام اختزالي مشيل F1 capital R small R small R small R. زين، احنا ذكر لي تختبر، اذا لازم ايش يطلع لي اني؟ لازم تكون الاحتمالات تكون مختلفه من ناحيه النتائج معلم. بالاحتمال الاول طلع عندي ايشني؟ طلع عندي انه جميع الافراد طلعت capital R small R جميعها حمراء الازهار هجينه. نستنتج من ذلك انه الاب السائد بالP1 ايش كان؟ كان نقي. بالاحتمال الثاني طلع عندي افراد الجيل الاول قسم منه نقيه. إذا إيش يدل هذا؟ يدل على أنه الأب بالاحتمال الثاني إيش طلع؟ طلع هجين، لأن الأب عندما يكون هجين يؤدي إلى ظهور منه؟ إلى ظهور الصفة المتنحية اللي تكون دائما نقية وتكون دائما small. يعني مثلا small R small T small S وهكذا. وذكرنا لكم أنه الصفة السائدة تكون إما هجينة أو نقية، والمتنحية تكون دائما نقية. هاي القاعدة نعتمدها من أول محاضرة إلى آخر محاضرة. فهذا الحل بالنسبة لهذا المثال. زين، أغير هذا المثال آني حتى ما يأخذنا الوقت. تختبر نقاوة صفة لون الأزهار، مثلا ما لون الأزهار؟ طول الساق. نفس الكلام، كابيتال تي كابيتال تي سمول تي سمول تي، كابيتال تي سمول تي سمول تي سمول تي. نأتي الآن إلى مثال ثاني أو إلى سؤال ثاني. ضربة أو لقحة ديك مريش الأرجل، زين، مع دجاجة عارية الأرجل، فكانت أفراد F1، أشني F1؟ نقصد به أفراد الجيل الأول. زين، مريشة الأرجل، أش كانت أفراد الجيل الأول جميعها؟ مريشة الأرجل. ما هي الطرز الوراثية والمظهرية؟ أخذناها بالبداية المحاضرة، أش نقصد بالوراثية وأش نقصد بالمظهرية؟ عيقل لي ما هي الطرز الوراثية والمظهرية لأفراد F1 وF2؟ زين، مثل ما ذكرنا نجزأ أو نكسر السؤال شوية شوية حتى نعرف معنى السؤال، حتى ما نستعجل وما تطلع الخطوات مالتنا خاطئة. ضرب ديك مريش الأرجل مع دجاجة عارية الأرجل، إذا كم صفة عندي أنا؟ صفة واحدة. يا قانون، قانون مندل الأول وليس قانون مندل منه الثاني. ليش قانون مندل الأول؟ لأن تهجين أحادي. وكم صفة؟ صفة واحدة اللي هي صفة وجود الريش. زين، نعيد السؤال مرة أخرى. مريشة الأرجل مع دجاجة عارية الأرجل، فكانت F1 مريشة جميعها. إذا لما تكون جميع أفراد الجيل الأول مريشة، إذا منو السائد معناته؟ معناته المريش الأرجل يكون سائد، والعالية الأرجل إيش تكون؟ تكون هي متناحية. زين، بقى عندنا الترميز. الترميز نحن شلون نعمل الترميز؟ لازم إما تكون من عندك أنت عزيزي الطالب، أو تكون
من كلمة فيذر. فيذر ايش معناته بالانجليزي؟ معناته ريش. فنجي نحن نطبق الكلام. الحل ايش راح يكون؟ اول شيء استنتاج، بما انه جميع افراد الجيل الاول تكون مريشه، اذا ايش يكون لازم الاب؟ يكون مريش، يكون سائد، وتكون الام ايش تكون او الدجاجه ايش تكون؟ عاريه الارجل. فراح يكون الحل مالتنا بي 1 كابيتال اف كابيتال اف مع من؟ مع سمول اف سمول اف. زين جي 1 هذا منو راح يكون؟ اكيد ايش يكون؟ الذكر. وهاي منو راح تكون؟ الانثى. ليش؟ العاريه تكون ايش؟ سمول اف سمول اف، وهذا يكون كابيتال اف كابيتال اف. ومين استنتجناها هذه؟ استنتجناها من الاب السائد. فهذا ايش كم واحد راح يكون؟ واحد. انقسام اختزالي سمول اف اف 1 كابيتال اف سمول اف. جميع افراد الجيل الاول مريشه. نيجي نشوف هذا الكلام صح، فكانت افراد الاف 1 جميعهم مريشه. زين بقى عندي حاله، ما هي الطرز الوراثيه والمظهريه لافراد اف 1؟ هذه هذا الطراز الوراثي والمظهري منه هو انه جميعه ايش تكون؟ مريشه الارجل. هذا نقصد به مظهري. مظهري نكتب بالامتحان كلمات، وراثي تكتب رموز وراثيه. زين بقى عندنا اف 2. زين اف 2 شلون نطلع اف 2؟ اف 2 اخذناها سابقا من الاوتو كروس، من التضريب الذاتي لمن؟ لافراد اف 1. فمن تعمل اف 1 مع اف 1 يطلع لي منه؟ يطلع لي اف 2. نجي نطلع افراد الجيل الثاني. زين افراد الجيل الثاني راح نكتب بي 1 او بي 2؟ اكيد ايش راح نغير؟ راح نغير نعمله بي 2. فكابيتال اف سمول اف مع كابيتال اف سمول اف. فعندنا الجي 2 تنقسم الى ايش؟ العوامل الوراثيه المختلفه يطلع منها كم مشيج او كم اليل؟ مشيجين، كابيتال اف وسمول اف، انقسام اختزالي نفس الحاله كابيتال اف سمول اف. زين اف 2 مثل ما دعا بي 2 جي 2 اف 2. هنا كم واحد راح يطلع عندي؟ افرع 4. خاصيه التوزيع بالرياضيات نفس الكلام، كابيتال اف كابيتال اف. زين وكابيتال اف سمول اف، تركز على هاي بالامتحان انه هذا سمول وهذا كابيتال حتى ما يكون الحل مالتنا خطا. زين عندنا نفس الحال ايضا كابيتال اف سمول اف، واخير شيء عندنا سمول اف سمول اف. زين فهنا افراد الجيل الثاني، فنحن دائما بالامتحان من يقول لي ما هي الطرز الوراثيه والمظهريه لافراد الجيل الاول والثاني، يعني لازم اطلع منه اطلع اف 1 وبعدين اطلع اف 2. نعم مرات بالامتحان ايش يسوي؟ يصعب لي السؤال، ايش يقول؟ اف 1 ما يذكره، ايش يقول راسا؟ يقول ما هي الطرز الوراثيه والمظهريه لافراد اف 2. احنا لازم ايش نسوي؟ نستخرج اف 1 ومن خلاله نعمل له اوتو كروس او تضريب ذاتي ونطلع منه نطلع الاف 2. فهذا نسميه احنا اف 1 مع من؟ مع اف 1. بقى عندنا المثال الثالث. طبعا هذا المثال الثالث ايضا ضمن المسائل الحسابيه التابعه لقانون مندل الاول او للتهجين الاحادي، لكن هذا يتعلق بالانسان اللي هي صفه اليد، يد اليمنى واليد اليسرى. من خلال الدراسات شافوا انه صفه اليد اليمنى تكون سائده على صفه اليد اليسرى. فاذا نجي ان احنا نتابع هذا المثال شلون نحله. مثال او سؤال: تزوج رجل مجهول صفه اليد، زين، بامراتين، الأولى أنجمت جميع الأولاد عسراء اليد. أشني عسراء؟ معناته أيسر، بس نحن نكتبه علميا عسراء ما نكتبه يسراء اليد. والثاني أنجمت جميع الأولاد يمناء اليد. فسر ذلك وراثيا علما بأنه صفة اليد اليمنى سائدة. شوف هنا انطاني مساعدة، قال لي صفة اليد اليمنى ايش تكون؟ سائدة. زين نجي نحن أيضا نفس الحالة نجزئ السؤال أو نحلل السؤال. تزوج رجل مجهول صفة اليد، زين نجي على مجهول صفة اليد، يعني هل هو أيمن لو هو أيسر أو يمناء اليد أو لو يسراء اليد؟ ما نعرف. بامرأتين، الأولى أنجمت جميع الأولاد عسراء اليد، إذا لي هنا أني أتوقف. إذا كم مطلوب عندي أني؟ مطلوبين، الأولى أنجمت جميع الأولاد عسراء اليد، إذا ناخذ نحن الاحتمال الأول. الاحتمال الأول إيش راح يكون؟ بي 1 هذا الرجل منو؟ المرأة الأولى، نحن نسميها بهالطريقة هذه. زين المرأة الأولى هذه أنجبت جميع الأفراد عسراء اليد. زين نحن عندنا اليد اليمنى تكون ساعدة، إذا لما انطتني جميع الأولاد عسراء اليد، إذا الرجل ايش لازم يكون؟ الرجل لازم يكون أعسر اليد والمرأة تكون أيضا عسراء اليد حتى ما يطلع لي منه اليد اليمنى، لأن قال لي جميع الأفراد اللي أنجبتهم نتيجة تزاوجها مع الرجل المجهول الصفة طلع أيسر، فلازم كلهم ايش يطلعون؟ أيسر. إذا لازم ايش يكون الأيسر؟ سمول آر سمول آر. منين اشتقت هذا الأيسراني؟ إذا نرجع على اليد اليمنى بالإنجليزي رايت ناخذ الار هذه، لكن احنا ايش عندنا؟ عندنا صفه متناحيه، فناخذ مكان الكابيتال ناخذ منه؟
ناخذ السمول ار، فسمول ار سمول ار مع سمول ار سمول ار جي 1 سمول ار وحده انقسام اختزالي سمول ار ايضا واف 1 طلعت عندي سمول ار سمول ار. هذا منه جميع الافراد منه هي عسراء اليد. زين نرجع هسه تاع الثانيه نفس الحاله ايضا الرجل ايش يكون مجهول الصفه، لكن هل هو ايمن لو ايسر ما نعرف. يقول الثاني انجب جميع الافراد يمناء. زين لما انجب جميع الافراد يمناء لازم ايش يكون احد الابوين؟ يكون ايمن. حتى ايش يطلع لي؟ يطلع لي جميع الافراد ايمن اليد. انجب جميع الافراد منه يمناء اليد. زين اليمناء اليد ايش لازم يكون؟ كابتن على الاقل. فسر ذلك وراثيا صفه اليد اليمنى ايش تكون؟ تكون سائده. فبي 1 الرجل ايش لازم يكون؟ كابتل ار كابتل ار مع من؟ مع المراه تكون سمول ار سمول ار. زين جي 1 نفس الحاله بي 1. زين كم مشيج؟ مشيج واحد سمول ار اف 1 انقسام اختزالي كابتل ار سمول ار. زين ايش طلع عندي؟ جميع الاولاد يمناء اليد نفس الكلام؟ اكيد نفس الكلام. اذا معناته ايش هذا يكون؟ لازم يكون الاب المجهول النقاوه لازم يكون ايمن ونقي. زين احنا ذكر مجهول صفه اليد، لو كنا عملناها جين راح يؤدي الى ظهور منه؟ الى ظهور احد الافراد وش يكون؟ يكون اعسر يد، بس هو قال لي جميع الاولاد يمناء، اذا اللي يجب ايش يكون؟ يكون نقي ويكون سائد. نكمل معكم احبتي المشاهدين التضريب الثنائي. التضريب الثنائي نحن قبل بداية المحاضرة ذكرنا انه تضريب الاحادي يتضمن صفة واحدة من الصفات اللي درسها العالم مندل، لكن هسه راح نتناول معاكم اللي هو تقريبا بداية التضريب الثنائي. بالمحاضرات السابقة اللاحقة ان شاء الله راح نتناول معاكم التضريب الثنائي بالتفصيل. التضريب الثنائي كم صفة يتضمن؟ يتضمن لي صفتين. لما اخذنا التضريب الاحادي كم صفة يتضمن لي؟ صفة واحدة. تضريب ثنائي او تهجين ثنائي او تزاوج ثنائي، هذا من خلاله راح استنتج اني فرضيه سميناها بقانون مندل الثاني او قانون توزيع الحر. اللي يختلف عن يا قانون؟ عن قانون مندل الاول. قانون مندل الاول كم صفه؟ صفه واحده. قانون مندل الثاني صفتين. تضريب ثنائي، ايش هي كلمه ثنائي؟ يعني صفتين. هو عباره اذا نعرفه عباره عن تضريب يجري بين كم فرد؟ اكيد فردين، معطول تزاوج اذا كم فرد لازم احتاج؟ فردين. يتضمن زوجين. قانون مندل الاول كم زوج كان عندنا؟ زوج واحد. زوجين من الصفات المتضاده، ليش متضاده؟ نحن ما طول عندنا عمليه هايبريدزيشن تضريب او تهجين، لازم ايش يكون الكلام؟ يكون متضاد. مثلا صفه طول الساق ولون الازهار في نبات البازاليا، ليش نبات البازاليا؟ لان هو النبات اللي اشتغل عليه العالم مندل. فراح يكون مثلا مع صفه طويل الساق احمر الازهار، كابتل تي كابتل تي كابتل ار كابتل ار، مع من؟ مع صفه قصير الساق ابيض الازهار، سمول تي سمول تي سمول ار سمول ار. زين. اشلون انا راح اشتق قانون مندل الثاني او قانون التوزيع الحر؟ او ليش سميناه بقانون توزيع الحر؟ سميناه بالتوزيع الحر لان هنا عندي العوامل الوراثيه راح تنعزل بشكل مستقل عن مثيلاتها بالنسبه للابوين بشكل مستقل او بشكل عشوائي، ولهذا سميناه احنا بقانون مندل الثاني او قانون توزيع الحر. اشلون راح تكون الانعزال؟ انتبهوا علي. هنا نفس الكلام، نفس ما كان عندي في مندل الاول. اذا كانت متماثله يستخرج كم مشيج؟ مشيج واحد، لكن هناك كم اليل يحمل؟ يحمل أليل واحد. هنا كم أليل راح يحمل؟ يحمل أليلين. فسمول تي سمول ار، هنا كابتل تي كابتل ار. في قانون مندل الأول كان عندي فقط أليل واحد، هنا أليلين، لأن يا قانون عندي قانون مندل الثاني. اف 1 ايش راح يطلع؟ كابتل تي سمول تي كابتل ار سمول ار. ليش؟ هذا الكابتل يجي مع من؟ مع أليله المناظر اللي هو، والكابتل ار مع من؟ مع سمول ار، حتى يظهر عندي منه؟ يظهر عندي البنية الوراثية أو الطراز الوراثي لأفراد الجيل الأول. هذا شو نسميه؟ نسميه نباتات بازاليا طويلة الساق حمراء الأزهار هجينة. هذا بالنسبة لأفراد الجيل الأول في قانون مندل الثاني وليس الأول، لأن كم اللي طلع عندي؟ أربعة. زين إذا قلت طلع لي أفراد الجيل الثاني مين؟ من التضريب الذاتي لهذه. هنا ايش راح يكون بالنسبة للأفراد؟ ايش راح يصير عندي؟ أفراد الجيل الثاني راح تكون بي 2 اللي هي هذه الآباء، هاي راح تكون آباء بي 2 اللي منو كان آباء؟ هاي البي 1 كابتل تي سمول تي كابتل ار سمول ار مع من؟ مع كابتل تي سمول تي كابتل ار سمول ار. جي 2 شوف هنا غيرنا جي 2 ليش؟ لان يعني افراد الجيل الاول ايش راح يصير؟ راح يصير افراد الجيل الثاني. هنا راح نسميه احنا قانون توزيع الحر، انه العوامل الوراثيه تنعزل عن مثيلاتها بشكل مستقل خلال تكوين الامشاج. فهذا ايش راح يكون؟ هذا معي هذا راح يطلعني اول مشيج. زين ومع من؟ معي هذا كابتل تي سمول ار. نفس الكلام سمول تي كابتل ار
وسمول تي سمول ار. هنا نفس الكلام ليش؟ لان هذا نفس هذا. فهذا نحن سميناه قانون التوزيع الحر، او قانون نحن نسميه اذا حتى نفهمكم هو قانون التوزيع العشوائي، فانه الاليلات تنعزل بشكل مستقل. حتى نفتهم هذا الموضوع ناخذ مثال سريع. انتبهوا، انتبهوا عليه. مثال لقح نبات او ضرب نبات، نفس الكلام، بازاليا طويل الساق احمر الازهار. زين، ايش عندنا؟ طويل الساق احمر الازهار، باخر قصير الساق ابيض الازهار. اذا كم صفان عندي؟ عندي صفتين. ليش صفتين؟ اذا نشوف الفردين، اذا نرجع نحن على التعريف، تضريب يجري بين فردين ويتضمن كم زوج؟ زوجين من الصفات. هذا زوج وهذا زوج، اذا كم زوج؟ زوجين من الصفات. ما هي الطرز الوراثية لأفراد F1 وأفراد F2؟ نجي إلى الحل. هنا ما ذكر لي فكانت أفراد الجيل الأول. إذا أنا رأساً إيش أقول؟ إذا ما أنطاني النتيجة، أنا أحل من عندي. إيش راح يكون الحل من عندي؟ أنا عندي بالمنهج مالتنا طويل الساق وأحمر الزهار يكون سائد. إذا إيش أخذهم رأساً؟ أخذهم سائد وأخذهم ناقية، ما أخذهم هجين. لو كان حدد لي النتيجة وقال لي مثلاً كانت أفراد الجيل الأول هالقد، لازم أني ما بكيفي أحل. نعم. فراح يكون ايش عندنا؟ يكون عندنا P1. زين، ال P1 كابتل T كابتل T مع من؟ كابتل R كابتل R. مع من راح يكون القصير؟ سمول T سمول T سمول R سمول R. زين، G1 كابتل T كابتل R وسمول T سمول R F1. هنا كم نبات راح يطلع؟ راح عندي نبات واحد. ليش؟ واحد في واحد واحد، نبات واحد. كابتل T سمول تي كابتل ار سمول ار. جميع افراد الجيل الاول ايش طلعت عندي؟ حمراء الازهار طويله الساق هجينه. زين، هسه ايش نحن نطلع افراد الجيل الثاني؟ الجيل الثاني نفس الاليه مع القانون مندل الاول، انه الجيل الثاني طلعها من التضريب الذاتي لمن؟ لافراد الجيل الاول. البي 2 مثل ما قلنا نحن الكابتل تي سمول تي كابتل ار سمول ار مع من؟ مع الكابتل تي سمول تي كابتل ار سمول ار. جي 2 هنا كم شيء راح يطلع؟ راح يطلع عندي أربعة، اللي هي هاي نحن كابتل تي كابتل ار كابتل تي سمول ار سمول تي كابتل ار وسمول تي سمول ار. هنا نفس الكلام. اذا نجي نحن نعملها هذه لازم نحتاج مربع بونت. مربع بونت هنا لازم ايش نسوي؟ لازم نستخرج الامشاج بشكل مربع بونت، لان هنا عندي الامشاج كلش كثيره. ايش قد هي الامشاج؟ هنا عندي أربعة وهنا ايضا عندي أربعة، راح يطلع عندي تقريبا كم نبات؟ يطلع عندي 16 نبات. فهذه ما ممكن اني احلها بدون جدول او بدون تيبل، فلازم نحن نحتاج الى مربع بونت. انتبهوا عليه. فهنا لازم اعمل اربعه حقول باربعه حقول حتى يطلع عندي كم نبات؟ تقريبا 16. 4 في 4 16. حتى المساله بشكل افضل لازم هاي اللي نعملها بلون حتى تكون النباتات بلون اخر. فاذا يجي انقل هذه كابتل تي كابتل ار. زين، وعندي كابتل تي سمول ار وسمول تي كابتل ار سمول تي سمول ار. زين، اللي هي نفسها. هنا نفس الكلام، كابتل تي كابتل ار كابتل تي سمول ار وسمول تي كابتل ار وسمول تي سمول ار. هسه المفروض هنا يطلع عندي كم نبات؟ مثل ما ذكرنا 4 في 4 16 نبات. النسبه هنا راح تطلع عندي تقريبا ايش قال يا شباب؟ راح تطلع عندي 9 الى 3 الى 3 الى 1. فهذه نسبه بالنسبه ليا قانون قانون مندل الثاني. اخذنا بقانون مندل الاول انه النسبه ايش تكون؟ تكون 3 إلى 1. فهذه الاختلافات ما بين قانون مندل الأول وقانون مندل الثاني. إلى هنا ننهي محاضرتنا لهذا اليوم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.